يارا بعرف انه شاهدته بام العين لحظات اللي بلش يولع فيها الحريق، شو شفته على اي مساحه قضي؟ مساء الخير ماريو لك ولجميع مشاهدي الـ LBCI. للأسف يعني نحن اليوم صباحاً توجهنا إلى أحرار عكار لتصوير تقرير عن أجمل المناظر الطبيعية بالمنطقة. كلنا نعرف جبال عكار المليانة خضار، وليك ومع فريق من المتطوعين لنكون عم ننبه على ضرورة حماية هالمناظر الطبيعية والبيئة الحلوة، إلا أنه الفريق تلقى اتصال سريع وطلب منه مباشرة أنه نكون عم نوقف التصوير ونتجه نحو قرية أو ضيعة أبعيت إلى جانب أحرار، حيث اندلع حريق بكعب الوادي. ومن بعد كار الوادي انطلق هيدا الحريق كمل حتى أحرار، وكل الجبل تقريبا بمنطقة أحرار وأبعيت كانت النيران فيه مشتعلة حتى وصلت إلى المنازل، وتوجهت فرق الإسعاف بالإضافة إلى المتطوعين من قبل اتحادات البلديات كما صليب الأحمر إلى إخلاء المنازل ومحاولة قطع النيران يلي وصلت إلى المنازل ومن ثم كانت قريبة جدا من إحدى محطات المحروقات بالمنطقة. ومن بعد ما مثل ما بيقولوا بلغة الإسعاف وبلغة الإنقاذ تم قطع رأس الحية، يعني قدروا يكونوا عم بيسيطروا على النيران وكل محيطها، وبقيت بالوسط تم توجه الجميع بالإضافة إلى الجيش اللبناني إلى ساحة كبيرة ووضعوا بركة اصطناعية ليكونوا عم يقدروا قد ما فيهم يساعدوا الطوافة بملء هيدي البركة من خلال أهالي المنطقة وأيضا أكيد الدفاع المدني وكافة أجهزة الإسعاف ليكونوا عم بيطفوا ويبردوا المنطقة. بقيوا لحوالي الساعة 6 مساء عم بيحاولوا يطفوا الحريق بكعب الوادي يلي حتى الساعة فينا نقول أنه تم تبريد المنطقة، ويمكن ذكر أنه بعض الأشخاص اللي أخلوا من المنازل أصيبوا ببعض حالات الحروق وحالات من الاختناق، تم نقلهم من قبل الصليب الأحمر إلى المستشفيات الأقرب إلى المنطقة وهن بحال جيدة. إذن هيدي العملية كلها صارت بسبب يمكن حريق صغير من صنع الإنسان أو من يد الإنسان، واندلع لصار حريق كتير كبير طال حوالي 25 هكتار بالمنطقة. للأسف خسرنا خضار كبير. اليوم كل الإسعاف والمستجيبين الأولين والدفاع المدني وأيضا الصليب الأحمر والجيش اللبناني قاموا بعملية الإنقاذ والإطفاء على أمل بالأيام المقبلة ما نكون عم نشوف حرائق مماثلة ونكون عم نحمي لبنان. عودة لعندك ماريو. شكرا يارا.